الصيد بالقصبة، الصيد الرياضي أو الصيد الترفيهي. كتختلف الأسماء وحتى التقنيات، لكن الهواية كتبقى واحدة. هواية اللي عندها سحر وتأثير كبير على كل من مارسها. يكفي أنك تشد الحوتة الأولى باش تولي رسمياً بلي بالصيد. غادي تولي تهرب من مسؤولياتك وتقلب على أقرب فرصة تمشي تصيد فيها، خصوصاً إذا كنتي من المحظوظين بحالنا وحتى أنت ساكن في المغرب واللي كيتعتبر جنة الصيادين ووجهة مفضلة عالمياً لكاع عشاق هواية صيد الأسماك. حيث أن المغرب كيتوفر على واجهتين بحريتين وشريط ساحلي كيفوق الطول ديالو 3000 كيلومتر، الشيء اللي كيوفر ثروة سمكية كبيرة ومتنوعة وفرص صيد كثيرة في مختلف المصايب من طنجة للقويرة. ومهمتي اليوم أنا وليد الناصري ومعايا فريق ملتقى الرياس هي نقربكم من هذه الهواية ومن تقنياتها وناخذكم في رحلات استكشافيه للعديد من المصايب على طول شريطنا الساحلي. غادي تتعرفوا على اشهر انواع الاسماك اللي كتعيش في المغرب، غادي تتعرفوا على طرق صيدها وحتى طرق الطهي ديالها. غادي يكونوا عندنا لقاءات مع محترفين في الصيد الرياضي وغادي نقربكم من المعيش اليومي ديال الرياس، جعلوا من الصيد بالقصبه حرفه ومصدر رزق ليهم ولوليداتهم. ودابا نبغيكم تربطوا الأحزمة ويا الله بينا على بركة الله نبدأ حلقتنا ديال اليوم. متابعات ومتابعي الأعزاء، جمهور ملتقى الرياس، تحياتي لكم ومرحبا بكم معنا أول حلقة من الموسم الجديد واللي غادي يكون موسم متميز بإذن الله. وجهتنا اليوم الإخوان هي منطقة عزيزة على قلوبنا كاملين كمغاربة واللي جدودنا حاربوا من أجلها وعطوا دماءهم باش حنا اليوم كاملين يعني نسكنوا فيها ونتساروا فيها ونعيشوا فيها بكل أمن وأمان وحرية الحمد لله. بلا شك غادي تكونوا عرفتوني باللي كنهضر على صحراءنا المغربية الحبيبة، ووجهتنا بالضبط إن شاء الله غادي تكون هي مصايد كاب برباس واللي كتبع ترابيا للنفوذ ديال إقليم بيرقندوز. هاد الوجهه الاخوان كتعتبر جنه ديال الصيادين وكاع عشاق صيد بالقصبه في المغرب، يعني كيحلموا ولا كيتمناوا يصيدوا في هذه المنطقه لسبب بسيط هو الوفره ديال الاسماك والتنوع التضاريسي في هذه المنطقه، بحيث كاين كتوفر على علاوات على قشطات او لا شواطئ برمال ذهبيه رائعه وكذلك سطوحه، وهذا الشيء اللي كيمكن يعني الرياس او الصيادين انهم يمارسوا تقنياتهم المفضله وكان البيلوطا لا توش او لا قشحاط او لا ستيف كاستينغ يعني بكل اريحيه، لان التضاريس كتوفر لك هذه الامكانيه انك يعني تمارس التقنيه اللي بغيت. كتبانوا لي الاخوان واقيلا تشوقتوا ياك، انا راني متشوق اكثر منكم، هذه هي الوقيته ان شاء الله اللي نبداو فيها مغامرتنا. قبل ما نتحركوا ان شاء الله بغيتكم تشوفوا هذا المنظر الرائع اللي خلقه سبحان الله الله سبحانه وتعالى في هذه المنطقه ديال اخ النير، الحفره اللي كتسمى او اللي كتعرف بعجب الله. المسافه اللي غادي نقطعوها في هذه الرحله كتفوق 1600 كيلومتر، طريق طويله بزاف، لكن حبنا للهوايه وجماليه صحراءنا المغربيه كتخلي الطريق تدوز دغيا، خصوصا ملي كيكونوا المرافقين هما فريق ملتقى الرياس فلا مجال للملل. حنا الان كنتواجدوا في مركز جماعه بيرقندوز، هذه المنطقة اللي كتبعد على الحدود الموريتانية ب 80 كيلومتر تقريبا. الفكرة اللي بغيت نوصل للإخوان هي أن هذه الجماعة هذه فيها كل ما تحتاجوه من أجل رحلة الصيد، من خضار، من كاشتي، من طعوم ديال الصيد، معدات الصيد، حتى من الثلج اللي كيتعتبر مهم جدا في رحلات الصيد. اللي نبغي نقول لكم الإخوان هو ما كاينلاش تقلب هذا الشيء كامل من الداخل، من الأحسن تخليو التقضية حتى لبيرقندوز، تاخذوا كل شيء اللي خاصكم من تما، منها تعاونوا الاقتصاد المحلي ومنها تجيو خفاف.
وصلنا الحمد لله الإخوان. احنا حاليا في المصيد ودابا جات الوقت اللي غادي نبنيو فيها المخيم ديالنا. نصيحتي لكم هي إذا كنتوا غادي تجيو للمنطقة ديال البرباز ضروري يكونوا عندكم مخيم كبار وصحاح، وضروري ما يكونوا معاكم لوتات. في مناطق أخرى كنقدروا نتقلوا القيطون ديالنا بالخناشي ديال الرملة أو لا بالحجر، ولكن في هذه المنطقة ديال البرباز ما كاينش الرملة، لذلك الإخوان أحسن وسيلة تقلوا بها القيطون هي لوتاد باش تهناو عليهم وتأكدوا أن الريح ما غاديش يطير لكم القيطون. وفي حالتنا هنايا عندنا جوج ديال الخويمات، وحدة كنخليوها للكوزينة طبخ وكل ما يتعلق بالأكل، وحدة كيكون فيها المجلس ديالنا وهي اللي كنعسوا فيها يعني من بعد. إخوان وصلنا الحمد لله أنستالينا قويتنا تواقفين الإخوان أمور مريقلة، وجات اللحظة اللي كانت سنوها مشحال هذه ألا وهي الصيادة. الإخوان ما كاين غير الصيادة الصراحة، لقينا مع شي شوية ديال المنزلة كاين الريح وحتى الماء حمر، ويعني من خلال تجربتنا في هذه المنطقة الإخوان الحوت اللي يقدر يضرب في هذه المنزلة هذه هو الصنور، لأن يعني شدينا الصنور هنايا. الغريب في هذه المنطقة هذه سبحان الله العظيم هو أن الصنور كيضرب بالنهار، اللي معروف يعني عادة في أغلبية المناطق المغربية هو أن الصنور كيكون بالليل، ولكن هذه المنطقة هذه معروفة بالصنور بالنهار، وداكشي علاش غنحاولوا نجربوا عليها الإخوان نصيدوا على الصنور، ونتمنى إن شاء الله تكون شي حصيلة اللي نتفرجوا فيها حنايا وتفرجوا معنا حتى نتوما. الإخوان كما كتشوفوا من مورانا راه كيصيدوا ديجا عليه، وأنا بغيت نصبر حتى نوريكم إن شاء الله المونتاج اللي غادي نخدم به، الطعمة اللي غادي نخدم بها، وكما قلت نتمنى تكون شي حصيلة اللي نشاركوها معكم إن شاء الله الإخوان. يلا بينا نشوفوا المونتاج. بالنسبة المونتاج الإخوان كما قلت غادي نصيدوا على الصنور، ولكن ما غاديش نديروا مونتاج اللي هو خاص بالصنور 100%، لان رغم ان الماء احمر ولكن كيبقى البحر هذا وكيكون المفاجات. داكشي باش غنصيدوا على نصيدوا بواحد المونتاج اللي يقدر يخدم الصنور، يقدر يخدم حتى الا كان شي جدعه او لا شي فرخ ديال الكوربين او لا شي معزه. والمونتاج ديالنا الإخوان بالنسبه للخيط ديال الماكينه راه فيه لابريس، بالنسبه للرقبه اللي كنديروا او للمدري او للماده كل واحد شنو كيبغي يسميها راه فيها الخيط ديال 70، بالنسبه للصناره فيها الخيط ديال 100 او الترقيعه الخيط ديال 100، الصناره 05، وغادي نخدموا بغرافان ديال 150 باش كتبقى الصناره معلقه. كما قلت الاخوان هذا المونتاج غادي يخدم سواء كان الصنور سواء كانت ان شاء الله شي جدعه ولا شي دبدوبه سواء كانت معزه، مجموعه ديال الاسماك تقدر تضرب عليه، في حين ان ملي كنبغيو نصيدوا على الصنور بوحدو غالبا كنديروا الصناره لتحت، لان الصنور كياكل نورمالمون لتحت، ما كياكلش بين الماء والماء بحال الابلاغ ولا بحال الدبدوبه، كيكون هو نورمالمون في الحجر كياكل لتحت. كنديروا ليه غير مونتاج كوليس، كتكون الصناره البلومه الفوق والصناره كتكون لتحت. حنايا غنخدموا بهذا المونتاج كما قلت باش تيلا كانت مفاجاه ان شاء الله نتلاقاو معها الى كتب مولانا. دابا غادي ندوزو للتطعيمه اللي بالنسبه للطعم الإخوان غادي نخدموا بالسيبيا، وهذا عاوتاني مساله اخرى لان الصنور مثلا كيفضل السردين وكيفضل الكبايلة، غير حنا بغينا نديرو السيبيا كما قلت باش حتى الا كان شي جدعه ولا شي دبدوبه من الخير، ما كانش كان الصنور عاوتاني حتى هو مرحبا به ما كاين مشكل. ومن بعد ما نطعموا الإخوان غادي نوريكم حتى واحد الطريقه ديال الرش او ديال الدقه كيف ما كنسميوها، غادي نحاولوا ندقوا السردين وحنا كنقولوا نخنزوا المصيد او لا نرشوا المصيد. هذه الطريقه هذه كتساعد بزاف ان الاسماك كتقرب وكتدخل لهذيك المنطقه اللي جايه منها الريحه ديال السردين، وكنضاعفوا الحظوظ ديالنا اننا نشدوا ان شاء الله شي سمكه الاخوان. نبداو بالمونتاج وندوزوا للدقه ان شاء الله. بالنسبه للطعمه الاخوان كما كنقول دائما كل واحد وكيفاش كيبغي طعم، الطريقه اللي كندير انايا طريقه اللي سهله كتجيني سهله وفي نفس الوقت فعاله. كما قلت كندخلوا الصناره من هنا، كنسميوه حنا كنخيطوا كنقولوا كنخيطوا الطعمه، تعاود تخيط الطعمه ثاني واحد المره من هنا وصافي، وكتزلق الصناره ديالك بحال هكا طلعها بحال الشكل اللي كنديروا مع الدوده، حتى كيخرج هذاك الراس ديالها من التحت نفع، وها هي الطعمه ديالنا كتجي على هذا الشكل. طبيعه الحال يعني هي السيبيا راه كتصبر، ولكن من الاحسن كنعاونوها بواحد شويه ديال لاستيك باش كنتهناو ان حتى الا بقات واحد المده سامر بها، وكاين مثلا السمسر ما كتسمسرش دغيا، وكاينه الفكره ديال ان ملي كيكون الحوت صغير كيجي كيبقى يضربها الحوت صغير حتى كيشوفوا الحوت الكبير كيجي كيعطاكيها مباشره، كيسر الله كتكون معك حوته زينه. هذا ما كان لاستيك هو درناه ليها. الطعمه ديالنا الاخوان كتجي على هذا الشكل، ودابا مبقى غير لوحوها الماء وطلب رزقها ان شاء الله، الله يجيبها سمينه. دعواتكم الاخوان.
دابا نتوكلوا على مولانا نديروا واحد الرشيشه ديال السردين صنصيو المصيد ماشي لا جاب الله ان شاء الله كان شي حوت غريبا الدقه الاخوان راه عندها فوائد ومن وبعض الاوقات كتكون ما مزياناش هو من الافضل المصيد جرب قاسك الحوت بلا ما تدق ما قاسكش الحوت ديك الساعه دير الدقه باش كتدخلوا حنا دابا راه شحطناها على مولانا غنديروا غير واحد الدقه خفيفه باش حتى هي تعاون ولا كان شي ما يدار ديك الساعه ان شاء الله راه غادي يبان سريدنات ها هما عندنا سريدنات قدام جبناهم معنا على هذا الغرض ديال الدقان غادي نديروا فيهم واحد الرشيشه خفيفه وكما قلنا ان شاء الله الا كان شي حاجه راه غادي تبان السردين الاخوان من الاحسن يكون رايح شويه يكون قديم وكندقدقوه بهذه الطريقه هذه علاش كندقدقوه باش الحوت ما يلقاش ما ياكل لان الا لحناه ليه راه ممكن تلحوا ليه بحال هكذا ولكن الا لحيتي ليه بحال هكذا راه كتولي كتشبع الحوت ديك الساعه ماشي كتجيبو ومن الافضل كدقدقوه مزيان وكيتخلط مع الرمله ولا مع هذا التراب هذا اللي كاين هنايا كيتخلط معاه مزيان باش حتى ملي كتلوحو كيبقى غير داك الفتات وكتبقى الاهم هو الريحه حنا دابا بغينا نديرو غير الريحه باش كتجيب لنا الحوت كما قلت لكم المشكل ديال هذه الدقه بعض المرات هي انها كتجيب السمسار كتجيب داك الحوت الصغير الا كثرتيها يا اما كتجيب لك الحوت الصغير يا اما كتجيب لك بعض الحوت اللي انت ما كتقلبش عليه بحال المرينه فهمتي يعني من الاحسن الانسان كيجرب في الاول كان الحوت في المصيد راه بلا ما تدق بقيتي مصيد واحد المده ما قاست والو تقدر دير الدقه والدقه في الغالب كيستعملوها اصحاب البيروطه الناس اللي كيصيدوا بالعجينه ديال البيروطه ولا العجينه ديال السردين هما اللي كيديروا هذه الدقه هذه هيا نخلطوها شويه مع التراب ونهرمشوها مزيان بالمويه ديال السردين حتى هي باش ملي غطيح في الماء ان شاء الله غيبقى غير التراب والرمله والطريفه الصغار ديال اللحم والريحه اللي عليها العمده والله يجيبها سمينه بغينا نتفرجوا الاخوان وبغينا نفرجوكم حتى نتوما معنا ان شاء الله هذا ما كان الناس اللي كيعيفوا ما عندي ما ندير لكم انا هذه هي حياتنا مع الصيد كنصور راسنا صافي دابا الدقيقه ديالنا هي راه مصاوبه من غوده غادي نديروها في هذه الكاسرونه هذه الرشيشه الاخوان غادي نلوحوها للبحر وطلب رزقها ان شاء الله كلهم قوسوا شدينا السنور بالليل وبالنهار والحصيله راكم كتشوفوها قدامكم اللي نبغيكم تعرفوا على سمك السنور هو انه كيطلق واحد الماده لزجه اللي كتضيع على كلاص بزاف وملي كتكون الحصيله كبيره بحال هكذا احسن حاجه هي انكم تبيعوها
حنا دابا الطريق ديالنا باش نمشيو نبيعوا هذا الصنور في منطقه بيرغندوز. كاين مجموعه ديال المغازات اللي كيشريو الحوت باختلاف انواعه. من الاحسن تمشيو تبيعوا الحوت ديالكم، منها يستافدوا منه ناس اخرين، ومنها هذوك الفلوس اللي غادي يجيب الله تغطيو بهم جزء من مصاريف الرحله. وغادي نرجعوا ان شاء الله نوريكم طريقه طهي الصنور في الطاجين مع الرئيس عبد الله. والسلام عليكم خوتي الرياض، ومرحبا بكم. احسن اليوم جابوا الله، غادي نقدوا، غادي نوريكم كيفاش تنقى، ومن بعد ان شاء الله نقدوا العشاء، ومن بعد تشوفوا كيفاش طاب، كيفاش تقادوا التويجنات، وبالصحه والراحه الرياض. خوتي الرياض، ها هو كيفاش كتنقى السنور، ها فوق خوتي الرياض. الرئيس من بعد ما حيدنا لي هذا سميتو هذا السنسور اللي فوق منه وحيدنا لي هذا، ومن بعد حنا كرشو، ومن بعد نبداو باش نحيدو ليه المسرم ديالو. المسرم كيبداو من هنا، ديما المسرم ديال السنور جي معاه تعوم من هنا ويجي معاه عند البوط ديالو، ها هو غادي، ها هو يجمع، ها هو يجمع، ها هو مجموع. ما عندك ما تعذب، ما عندك والو، ساهل. هاو هذا باش الشكر ندير حيدناه، شكون هو حيدناه هكا، هاد الشكر غندير ليه هكا. ديما اللي بغى يقطع السنور غادي يضرب ليه الراس، ها هو راسو، ها الراس. واللي بغى يجيبو ديما النفاصل ديالو نيشان كاينه شي نقيده، ها هما هاكم كيبانو ليهم هما، شفتو مريتها، ها هما، ها وحده، ها جوج، ها ثلاثه، ها هما كلشي، ها هما كيبانو بيضين، ما عندك فين تطد راه، ها هما. دابا غنحط الموس غنمشي ديريكت ما عندو اللي حصرو، شوف الموس كيفاش غادي يهبطها، ها هو شتيها. بغيت نقع التقاد مقطوع كلشي، هو هادي دابا نمشيو غير الطاجين نصاوب من شويه التويجين، واحد التويجين يا سلام يا سلام، شويه الزبيب شويه البصيرات، وا يا سلام. خوتي الرياض، داك السنور اللي قلنا لكم قبيله قادينه شفتو قدام عينيكم، ها هو قادينه، ها هو نقي. ومن بعد غادي ها سميت اللوازين ديالو، ها هما التقنيات ديالو، ها التومة، ها هي انا مقردة، ها الربيع، ها الحار، ها البصلة، ها الملحة والعطرية، ها الزيت البلدية، ها الحامض، وها الزويتنات. على بركة الله غادي يبداو ان شاء الله، على بركة الله نقرز التومة هي اللوانية، ها هي. من بعد غنديروها هنا، ها هي الربيع، هو مقد، ندير شويه ديال الخرقوم مع جوج تويجنات، البزر هو عندو الحريه زين كيسخن، هادو بزاف كيسخن شويه، غير شويه ها هو. ومن بعد المليحه، دابا نخلطوهم هما، العتيدة دابا كتخلطوهم، التومة والربيع والبزار وخلقهم هما والملحة هما، خلطناهم. هو من بعد غادي نقادو البطاطا، خوتي الرياس، البطاطا ديال السنور كتبغي ترقق ها لتحت، ما كتكثرش فيها غير شوية، غير تفرشها،
ومن بعد ملي درنا بطاطا وبدينا صوبنا العطريه صوبنا كلشي الزيت بدينا سميتو دابا نبداو ان شاء الله بالصنور. ومن بعد ناخذ البصله نقطعها تريفات صغار دابا لك بحال نديرها هكا. دابا غنزيدو ناخذو الحامضه. هو الحامضه انا ديما هاد ديما عمري درتو كنديرو تريفات صغار كنقطعو تريفات صغار اي حوت دابا نطيبو اللي بغا يكون يكون الصنور اللي بغا يكون يكون انا كنطيبو باش ميتو بغا كتريفات صغار كيجيو زينين. دابا هاد المطيشة واخا زينة المطيشة ها هي ها هي مغسولة نقية غندير لها هكا اللي كندير لها ومن بعد كنضرب على هكا ها هما غندير الحر الفلفلة الحارة الطاجين ديال الحوت بلا الحر ماشي طاجين الرياض انتم عارفين عارفين القاعده كيفاش دايره ان ما درتش الحار ما درت والو. ودابا غنديروا الزبيب. الزبيب ها هو ها هو الرياس ها هو مقاد مقاد غندير غير شويه انا ما كنحملش كاني كنحمل الحلاوه بزاف يزيد يضرب اكثر انا ما كنحملش غير شويه ولا غير الذوق يعطي غير الذوق. واخيرا الرياس غنديروا الزويتينات زويتينات بلدين زين ها هما والله الا يا ودابا الشهاده كلهم هكا بلا كاع ما يطيبوش انا هادي عندي واكوكوكو غادي يولي تويجين زين ها هو الرياس. تسمى دابا اللي شط فاش رب الناس نساو بنا كامل الصنور دابا شط غنديرو لها حنا هكا من فيها الربيع فيها التومه فيها العطريه ها هي. ومن بعد ملي كملنا كنبدلنا ديك العطريه اللي قلت لكم من الفوق دابا صافي ان شاء الله نمشيو نديرو فوق الفخر نمشيو نتيبو فوق الفخر ان شاء الله. ومرحبا بكم اللي بغا يتعشى عندنا مرحبا به. السلام عليكم الرياس حتى واش نتو جدو ها هما بسم الله تعشوا بسم الله بسم الله يا سيدي وانا هذاك الخبز. الطاجين ديال الصنور جابنين بزاف الله يعطي الصحه للرئيس عبد الله. ومباشره من بعد هذا الطاجين الاخوان غادي يجي الوقت اللي خصنا نرتاحوا فيه ونكونوا على استعداد ليوم اخر ديال الصيد ان شاء الله. مع الاسف الحلقه ديالنا غادي تسالي هنايا ولكن الجميل في الامر هو أننا راجعين لكم إن شاء الله عما قريب بحلقات أكثر إثارة وأكثر تشويق مع أنواع أخرى ديال الأسماك. تسناونا الإخوان لقاءنا غادي يجدد بكم في الحلقة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله.